السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله صباح وطن أدعم زين سما قطر الحبيبة محتفلا بجميع إنجازاتها. حلقة جديدة من الصباح رباح نواكب فيها عدد من الأحداث المهمة والفعاليات التي تشهدها الدولة، والبداية مع أهم العناوين وأبرزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يشهدان مسير اليوم الوطني للدولة. ومن ضمن فقرات اليوم متابعينا تتابعون أيضا عروض عسكرية مبهرة شهدها كورنيش الدوحة يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني. في البداية، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى مسير اليوم الوطني للدولة لعام 2021، والذي أقيم على كورنيش الدوحة صباح أمس. كما شهد المسير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وشهده أيضا سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير، وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة الثاني، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. ومن جانب آخر، هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في موقع تويتر: في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنا مطمئنا، وكل عام وأنتم بخير. كما شهد كورنيش الدوحة يوم أمس بعد عزف النشيد الوطني إطلاق 18 طلقة مدفعية تيمنا بتاريخ تأسيس دولة قطر، ثم بدأ المسير بالعرض البحري المرئي لمجموعة من القطاع البحرية الحديثة من سفن النقل والدعم اللوجستي. تبع ذلك العرض الجوي لعدة أنواع من الطائرات العسكرية متعددة المهام الدفاعية والهجومية، ومجموعة من الطوافات تقدمتها مروحية الأباتشي، بالإضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن وطائرات الإخلاء والطائرات الاستعراضية. ثم بدأ دخول مشاة القوات المسلحة، تتقدمهم دبابة من نوع ليوبارد ومدرعتا جيوبارد دفاع جوي، واختتم المسير بدخول طلائع الإسقاط المظلي والعروض العسكرية الجوية. وأقيم المسير وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كل عام وقطر الحبيبة بألف خير. دعونا الآن نتعرف على سؤالنا التفاعلي لليوم: ما العبارة التي تهديها لوطنك؟ رح نستعرض مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، واللي من خلالها أيضا تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح من خلال إيميل البرنامج أو عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح. أما الآن فخلونا نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم.
وللمزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي سارة عيسى من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير اختي سارة. صباح النور. يا هلا يا هلا بك. حدثينا إذن عن حالة الطقس لليوم بشكل عام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لليوم، الأجواء معتدلة ولا يوجد تحذيرات على السواحل وداخل البحر. وسجلت مدينة الدوحة صباح اليوم 22 درجة مئوية كأقل درجة حرارة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية. أما الرياح اليوم أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أقصاها 15 عقدة على السواحل وداخل البحر، لكن من المتوقع أن تكون نشطة شمال البحر تصل 20 عقدة، وارتفاع الموج يصل 6 أقدام. والأجواء باردة نسبيا بشكل عام آخر الليل مع بعض السحب، وسوف يرسل لتكون غبار عالق وضباب خفيف على بعض المناطق في السواحل، حيث من المتوقع استمراره حتى ساعات الصباح الباكر ليوم غد. وتستمر الرياح الجنوبية معتدلة السرعة غدا على السواحل وداخل البحر. ويبقى العلم عند الله. مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. شكرا للمتنبئ الجوي سارة عيسى من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. ومن حالة الطقس إلى جولتنا المعتادة بين صفحات جرائدنا الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شهدا مسير اليوم الوطني للدولة الذي أقيم على كورنيش الدوحة صباح أمس صاحب السمو في تغريدة على تويتر: أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا، فأنتم زاد الوطن وثروته. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شهد حفل ختام بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وتوج المنتخب الجزائري بالكأس، وهنأ منتخبنا الوطني بفوزه بالمركز الثالث. مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: نحتفل باليوم الوطني ونفوسنا تفيض فخرا بالمنجزات العظيمة تحت قيادة صاحب السمو. القوات المسلحة قدمت عروضاً عسكرية باهرة في اليوم الوطني، شاركت فيها قوات الأمن الداخلية الأخوية وقوات من الحرس الأمري بجانب قوات من وزارة الداخلية. ننتقل إلى صحيفة الراية. سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: نحتفي بالإنجازات تحت قيادة صاحب السمو، وحب الوطن والسعي لسموه واجب، ومرابع الأجداد أمانة. هيئة التقاعد والتأمينات تحتفل باليوم الوطني، ومسؤولو الهيئة يعربون عن مشاعر الفخر بما تحقق من إنجازات. مواطنون: حب الوطن بالعمل والاجتهاد، واليوم الوطني مناسبة لتجديد الجهد لمواكبة متغيرات العصر، وغرس حب الوطن في نفوس الأطفال مسؤولية أولياء الأمور، ومسؤولية كبيرة على الشباب لرفعة الوطن. منسقون باللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني: آلاف الجماهير استمتعت بفعاليات اليوم الوطني مع اختتام الاحتفالات. إلى صحيفة الوطن. تتويج الفائزين ببطولة الرماية التي أقيمت في نادي الرمي بمناسبة اليوم الوطني. قطر الأولى عالمياً في ثلاثة مؤشرات تنافسية تتضمن تسجيل الملكية والأمان والأدنى بمعدلات البطالة. وزير الداخلية الفرنسي يزور متحف قطر الوطنية،
ويطلع على أهم المقتنيات ويستمع لشرح عن كنوزه الثمينة. إقبال على سداد المخالفات المرورية المتراكمة بخصم 50% من القيمة المستحقة. إلى صحيفة العرب، اقتراح قطري وعدد من الشركاء باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وزارة التجارة والصناعة تجدد تحذيرها بحظر التعامل في السلع المدعومة والعقوبات غرامة 500,000 ريال والحبس مدة لا تتجاوز سنة. المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قطر هدفها الارتقاء إلى مصافي أفضل الاقتصاديات العالمية. بدء بيع تذاكر السوبر الأفريقي الذي يجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في الدوحة. نختم الجولة بصحيفة لوسيل، الملتقى القطري للمؤلفين يحتفي باليوم العالمي للغة العربية. مسؤولون ومواطنون، قطر قطع شوطاً كبيراً في طريق التقدم والتنمية المستدامة، ومعالم البيئة تجسدت في احتفالات اليوم الوطني. أساطير الفيفا يشيدون بمونديال العرب في اللقاء الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدوحة. لاعبو العنابي يعبرون عن سعادتهم بإحراز المركز الثالث بعد المباراة التي جمعتهم بالمنتخب المصري وامتدت لأشواط إضافية. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية، وبالتحديد إلى المغرب، حيث أعلن فريق دولي من علماء الأثار عن اكتشاف أقدم موقع لتصنيع الفؤوس اليدوية من العصر الحجري بشمال إفريقيا. كانت هذه الأدوات تستخدم كفؤوس يدوية قبل 1,300,000 سنة بحسب ما أعلن فريق دولي من علماء الآثار الذين اكتشفوها في موقع أثري بالمغرب يعود إلى العصر الحجري ويعد الأقدم من نوعه في شمال إفريقيا. الفريق البحثي الذي ضم 17 باحثا بينهم مغاربة وفرنسيون وإيطاليون استند إلى نتائج الدراسة التي قاموا بها على الأدوات الحجرية المستخرجة من مقلع على مشارف مدينة الدار البيضاء. واعتبر الباحثون أن هذا الاكتشاف يغير بمئات الآلاف من السنين تاريخ البدء في شمال إفريقيا لصناعة الأدوات الحجرية الأشولية المرتبطة بأحد أسلاف الإنسان الرئيسيين الذي يعرف بالإنسان المنتصب القامة أو هومو إريكتوس. وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يشكل حتى الآن أقدم شاهد بإفريقيا الشمالية على هذه الثقافة المادية المنتمية إلى ما يعرف بالعصر الحجري القديم الأدنى خلال عهود ما قبل التاريخ. ويتميز الطور القديم للثقافة المادية الأشولية بصناعة الأدوات كبيرة الحجم، ما يشكل تطوراً تكنولوجياً هاماً خلال مراحل التطور البشري. وتوفر هذه الدراسة أول إطار زمني عالي الدقة يمكن من تأريخ أقدم أطوار الثقافة الأشولية بشمال إفريقيا. يشار إلى أن العصر الحجري القديم الذي تنتمي إليه هذه الأدوات هو أول وأطول فترة زمنية في عصور ما قبل التاريخ التي بدأت منذ أكثر من 3 ملايين سنة وانتهت قبل 12,000 عام. ومن المغرب إلى المكسيك، إذ يعيد معرض بالنسق الرقمي الحياة إلى مكسيكو، نشاهد ذلك معكم. في الذكرى 14 بعد 100 لميلاد الرسامة المكسيكية فريدا كالو، يعيد معرض رقمي إلى الحياة في مكسيكو أبرز لوحات هذه الفنانة التشكيلية التي كانت سابقة لعصرها بكثير. على شاشات عملاقة وستائر يعرض 26 من أعمال الرسامة الشهيرة على نحو يوفر للجمهور تجربة رقمية غامرة تندمج فيها مقاطع الفيديو والموسيقى التراثية والعناصر التفاعلية. يا
أنا سعيدة للغاية بالدرجة الأولى لأن المعرض مكسيكي للمكسيكيين، وآمل أن يقام لاحقا في كل أنحاء العالم، لأننا نريد حقا أن يجوب هذا المعرض العالم لما يشكله من أسلوب جديد للنظر إلى الفن. يختصر معرض فريدا التجربة الغامرة، حياة الفنانة المكسيكية وأعمال هذه المرأة المميزة التي ولدت في العام 1907 وتوفيت عام 1954 بعدما أدى تعرضها لحادث مروع إلى تدهور حياتها مع خضوعها لعدد من العمليات الجراحية لتدرب نفسها على الرسم خلال سنوات المعاناة والعلاج التي عاشتها. من الصعب للجيل الشاب التماهي مع كل ذلك، لذا هذه التجربة تسهل للجميع الاقتراب من فريدا وفهمها، لأن لوحاتها لها طابع خاص ويصعب فهمها أحيانا، وهذا المعرض يسهل عملية فهم كل شيء. وتعتبر فريدا كالو أبرز فنانة مكسيكية معاصرة في بلدها، وهي كانت متزوجة من الرسام دييغو ريفييرا ومنتمية إلى الحزب الشيوعي المكسيكي، وتطغى على أعمالها عناصر هوية السكان الأصليين. فقرات ومواضيع صباح رباح مستمرة معكم من بعد الفاصل، فكونوا معنا. بمسافة 33 كيلومتراً وعرض 7 أمتار، دخلت قطر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول مسار دراجات هوائية متصل وأطول قطعة إسفلت رصفت بشكل متواصل. نرحب بكم من جديد. يحتفل العالم في 18 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وتقود دولة قطر منذ سنوات جهود كبيرة لتعزيز وترسيخ مكانة اللغة العربية داخل قطر وفي العالم العربي. حول أهمية اللغة العربية وسبل تمكينها وأبرز التحديات التي تواجهها، يسرنا أن نتناول هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة سميرة نعمان العمادي، مدرسة لغة عربية بمدرسة البيان الابتدائية الثانية. صبحت الله بالخير. صباح النور والسرور. كل عام وانت بخير اولا. تبي الصحه والسلامه حبيبتي. يعني يتزامن اليوم الوطني مع اليوم العالمي للغه العربيه، لكن بدايه خلينا نتكلم عن اليوم الوطني. مشاعرك، ايش سويتي امس في اليوم الوطني او الايام الماضيه؟ هل شفتي الاحتفالات؟ هل رحتي اماكن؟ يعني خلينا ناخذ شوي منك بعض انشطتك في اليوم الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات لمقام حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، والشعب القطري الكريم من مواطنين ومقيمين. فعلا ايام حلوه عشناها الايام الماضيه، سواء كانت ايام ما كنا في المدرسه مع طالباتنا، وبعد ذلك عندما بدأت فترة الاختبارات وانتهاءا بالأسبوع الأخير من الدوام المدرسي، احتفلنا أيضا في المدرسة بملابسنا وبالزي القطري العنابي الذي اكتسح المكان. أيضا في البيت مع الأهل كانت احتفالات كبيرة جدا. الاحتفالات سبحان الله كانت من بداية ديسمبر، لنقل تزينت البلاد، خاصة أنها تزامنت مع يعني مع حدث كبير جدا صار، اللي هو كأس العرب. ما شاء الله الشوارع كلها تزينت بالأنوار والأضواء والألعاب النارية، الوفود التي أتت، يعني كان عرس جميل جدا عشنا جميعا، يعني الصغير صحيح. والكبير تابعناه بكل شغف. يعني خليني أقول اليوم الوطني يوم رائع بالنسبة لنا، أيضا كأس العرب الناجح، أقول الناجح مثل ما يقولون كلمة 100%،
100% ولا غلطة، فعلا فعلا كان لله. فعلا شيء رائع جدا، مبارك للمنتخب الجزائري. نعم نعم كأس العرب ما شاء الله يعني، وفعلا نشكر الجميع، الجميع كل عين سهرت، كل يد وضعت بصمة في هذه البطولة، وهي فعلا فعلا بروفا مصغرة لكأس العالم. فخورة جدا جدا أني أنا في مثل هذه البلد التي يعني في زمن قياسي تنظم مثل هذه التظاهرة الرائعة جدا. الحمد لله، والله يديم الأفراح علينا إن شاء الله دائما. تزامن هذه الأفراح مع بعضها البعض جميل جدا، وهذه رسالة أيضا للجميع، للمواطنين والمقيمين والزائرين، رسالة جميلة على أن الروح الأخوية دائما هي الأفضل وهي الأسمى في مثل هذه الأحداث العالمية. أكيد اتضح ذلك في أثناء التشجيع في المدرجات. نعم. يعني نعم. الجميع معا، لا تقولين الفريق الأول مع الخصم كل واحد في منطقة مختلفة عن الآخر، لا. وأيضا شاركونا في اليوم الوطني. بالتأكيد. نعم. شاركونا في اليوم الوطني. بالأمس كنا في المترو، في محطة المترو الانتقال من منطقة إلى أخرى. نعم. نجد الجماهير، الجميع يغني للجزائر، يعني القطري وغيره، مختلف الجنسيات، السعادة. نعم. نعم أكيد مشاركة أكيد. الفرحة. طيب إذن ننتقل لموضوعنا الآخر والمتعلق أيضا بيومنا الوطني، متعلق بدولة قطر وقوانين قانون طرحته دولة قطر حول اللغة العربية. اهتمامنا باللغة العربية أيضا يجعلنا نحافظ على هويتنا، لكن كيف نحافظ على هويتنا من خلال محافظتنا على اللغة العربية؟ نعم، دعيني أبدأ بمقولة الشاعر أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي. هذا البيت يعني يمثل لك جمال اللغة العربية. نعم. وأهمية اللغة العربية. تعلمين عزيزتي إن اليوم عدد السكان الذين يتحدثون باللغة العربية أكثر من 422 مليون نسمة يتحدثون باللغة العربية، متوزعين في أو متمركزين في منطقة الوطن العربي ويتوزعون في أنحاء العالم. نعم. هذه اللغة يعني هل عدد المتحدثين هم الذين أكسبوها هذه القوة وأكسبوها هذه الأهمية؟ بالتأكيد لا. أيضا عندنا نزول القرآن الكريم بهذه اللغة القوية، هذه اللغة الرصينة. اللغة العربية جمالها تحتوي على مفردات كثيرة. صحيح. وأكثر لغة من اللغات الأخرى تحتوي على عدد كبير من المفردات والترادفات. صحيح. بالتالي هذا هو الجمال الذي جعل مختلف الدول الأخرى تبحث عنها وتحاول دراسة هذه اللغة لتبحث عن جمالياتها والدرر الموجودة في هذه اللغة. نبدأ من هذا المنطلق، من هنا إذا وضحت للجيل، هذا الجيل، أهمية هذه اللغة وعدد المتحدثين فيها وقوة هذه اللغة، بالتالي سيأتي الشغف بعد ذلك وينجذب الجميع لتعلم هذه اللغة والتبحر فيها. نعم، هل هذه المفردات الموجودة في اللغة العربية تمثل تحديات؟ يعني لو تكلمنا عن المفردات، مفردات القرآن الكريم مفردات غزيرة ومحددة جدا، ربما احنا الآن ما نستخدمها لكن احنا فاهمينها في القرآن الكريم. أيضا بعض السلف لما كتب كتب مثل يعني خلينا نقول المنفلوطي مثلا. نعم. المنفلوطي استخدم أيضا مفردات عميقة في اللغة العربية. أوكي. يصعب على القارئ العادي أنه يفهمها إلا أن يبحث في القاموس. لكن هناك أيضا تحديات، فهل تعتبر أيضا من ضمن هذه التحديات؟ يعني حدثينا عن التحديات، وهل هذه المفردات تعتبر تحديات لانتشار اللغة العربية؟ دعيني أدخل بالكاميرا للبيوت. تجدين في الآونة الأخيرة انتشرت معرفة وتعلم لغات أخرى مثل اليابانية والتركية. نعم. ما سبب ذلك في رأيك؟ أتوقع أن الشغف باللغة هذا كثرة وسائل الإعلام. صحيح. التي كانت صحيح. تروج لهذه اللغة. كان الطفل عندنا في البيت يبحث عن شخص آخر يقارنه ويكون معه ليتعلم مع هذه اللغة. حب اللغة، شغفه،
جعله يبحث في هذه اللغة أكثر فأكثر، يبحث من خلال المسلسلات، متابعة هذه المسلسلات، استخراج بعض المفردات. جوجل اليوم ما يقصر معنا، يبحث أيضا عن معاني المفردات بهذا ويساهم في تطوير لغة هذا الطفل. عندما يمارس هذا الطفل هذه اللغة سواء كانت اليابانية أو التركية كما هو دارج حاليا، بالتالي يتعمق فيها ويقوى فيها. لما لا نجعل اللغة العربية أيضا شغف للطفل هذا؟ طبعا هناك روافد كثيرة ممكن أن يستقي منها هذا الطفل شغفه وحبه للغة العربية بدءا من البيت. إذن هذا هو التحدي الأول اللي تتحدثين عنه، أن بالتأكيد هناك لغات خلينا نقول ظهرت أكثر وصار هناك شغف بها أكثر من لغة، لكن خلينا نقول اللغة العربية محتاجة إذن إلى دعم، ما بنقول دعم بقدر ما هي محتاجة إلى خلينا نقول خطط جديدة لإبرازها. نعم ممكن. دعيني اولا اشيد لك يعني دور الدوله لم تقصر في اعلاء شان اللغه العربيه، بدءا من قانون حمايه اللغه العربيه الذي صدر، نعم، ثم مجلس الشورى اول موضوع تحدث فيه هو اهميه حمايه اللغه العربيه، بالتالي نعم. يعني الحكومه مش مقصره معنا. ايضا بالتأكيد. ايضا نرى المناهج الدراسية التي تحث على اللغة العربية، إدارة التوجيه التربوي في الوزارة أيضا تجبر معلمي اللغات أو معلمي المواد الأخرى التحدث باللغة العربية العربية في الصف. نعم. بالتالي الممارسة للغة العربية موجودة، دعينا نقول 80% من اليوم المدرسي للطالب، بقي على الطالب أن يمارسها مع المعلم في المدرسة وأيضا في البيت. المنزل. نعم. في السنوات الماضية أو في السنة الماضية تقريبا تحديدا ابتكرت طريقة لتحبيب الطالب في ممارسة اللغة العربية، كيف أجعل حصة اللغة العربية قطعة من الكعك. كانت طريقة حلوة جدا وحتى طلب مني أني أقدمها، فقمت بتقديمها في مؤتمر التعليم في لبنان وأيضا مؤتمر التعليم في القاهرة. جميل. نعم. إذا فهمت الطالب ماذا يريد، بالتالي سأقدم له المادة في قالب كأنه قالب من الكعك، فيتناوله ويستمتع به. أحيانا عندي الطالبات في الصف يرددنا كلمة خلصت الحصة متى؟ لماذا؟ لأن المادة تقدم بطريقة نعم. محببة للطالب. عندما أفهم نمط الطالب بالتالي أعرف كيف أعطيه المادة. هذا اللي احنا نتحدث عنه، عن ابتكار طرق لإيصال أيضا اللغة العربية بشكل أفضل، لكن مثل ما قلتي هو اهتمام الدولة هو الأبرز في دعم اللغة وإيصالها أيضا للجميع. أستاذة سميرة العمادي شكرا لك، أستاذة لغة عربية شكرا لك على وجودك معنا في الصباح رباح، وأكيد لك مواضيع أخرى في حول اللغة العربية راح نستضيفك فيها بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله معنا في الصباح رباح. أما الآن مشاهدينا نترككم مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة معكم. حدث في مثل هذا اليوم 19 من ديسمبر كانون الأول. في مثل هذا اليوم من عام 1914 نصب إحسان كامل ابن الخداوي إسماعيل سلطاناً على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخداوي عباس حلم الثاني، وذلك في بداية الحرب العالمية الأولى، وكانت تلك الخطوة قد أنهت السيادة الإسمية للعثمانيين على مصر. وفي مثله من عام 1915 توفي عالم النفس الألماني لويس ألزهايمر الذي عرف باكتشافه وتوثيقه أول حالة لمرض عته ما قبل شيخوخة، وهو المرض الذي أطلق عليه إيميل كريبلين مؤسس الطب النفسي العلمي الحديث وعلم الأدوية النفسية وعلم الوراثة النفسية اسم مرض ألزهايمر فيما بعد.
نرحب بكم من جديد. وصلنا إلى فقرة التواصل الاجتماعي، وسؤال اليوم: ما العبارة التي تهديها لوطنك؟ ولننتقل معكم إلى أول تغريدة: كل عام وأنت بخير، نفدي بأرواحنا ودمائنا كلنا قطر. إذن هذه أول تغريدة، وأيضا ننتقل معكم إلى تغريدة أخرى: دام عزك يا وطن يا فخر كل الشعوب. وأيضا تغريدة أخرى: الله يديم على وطني نعمة الأمن والأمان، آمين إن شاء الله. وأيضا: أنت أجمل شيء وجد في قلبي، الله يديمك لي كل الأعوام، آمين إن شاء الله جميعا. وأيضا مشاركة أخرى: الوطن هو المكان الذي نحبه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه، وهذا صحيح. أيضا: قطر المجد والأمن والأمان، حفظ الله قيادتها وشعبها، دامت قطر منبع الخير. مشاركة أخرى: واللهم احفظ لنا قطر مع علم قطر، آمين إن شاء الله جميعا، الله يحفظنا ويحفظ لنا بلادنا. وإلى هاشتاغ اليوم: مرابع الأجداد أمانة. وأول تغريدة أيضا من عبد الله: نرجو من الله تعالى أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان، وكل عام وكل من على هذه الأرض الطيبة بخير، آمين إن شاء الله. وأيضا أبو بندر يقول: كل عام وبلادي بخير، كل عام وتميم المجد في قلوبنا دوم إن شاء الله. وأيضا من دكتور عايش القحطاني يقول: حب الوطن من الدين، ويظهر هذا جليا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يجب على الجميع خدمة هذا الوطن بكل أمانة وإخلاص، وحب الوطن فطرة في الإنسان أصلا. قال الجاحظ: كانت العرب إذا خرجت في سفر تأخذ من تراب بلادها وتضعه في صرة فتشمها وتقبلها إلى أن تعود إلى أوطانها، هذا من اشتياق الإنسان لوطنه. وأيضا آخر مشاركة معنا في 18 ديسمبر: آية ربي اجعل هذا البلد آمنا، اللهم احفظ دولة قطر وأميرها وشعبها، وأدم عليهم نعمة الأمن والأمان، آمين إن شاء الله. وتزامنا مع اليوم الوطني للدولة، شهد كورنيش الدوحة مساء أمس إطلاق عروض الألعاب النارية التي زينت سماء الدوحة، بالإضافة إلى العروض الضوئية، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني. كما تتزامن الألعاب النارية مع انتهاء بطولة كأس العرب التي جرت مباراتها النهائية مساء أمس، وحرصت الكثير من الأسر على تمكين أطفالها من مشاهدة العروض الضوئية الممتعة التي تمت أمس. ننتقل معكم إلى موضوع آخر، حيث أقامت وزارة الرياضة والشباب يوم الخميس الماضي حفل تخريج سفراء شباب لدعم، وذلك بعد أن استمر لمدة 3 أشهر، واستهدف فئة الشباب القطري من المرحلة العمرية من 22 إلى 35 سنة. حول البرنامج وأهميته والدور الذي سيلعبه سفراء لدعم، يسرنا أن نستضيف دلال إسحاق مهندسة معمارية، ومريم المالكي مصممة جرافيك. يا هلا ومرحبا بكم. يا هلا. كل عام وانتم بخير اولا. وانتم بصحة وسلامة. شلون معاكم اليوم الوطني؟ ما شاء الله، يعني اجواء يعني احتفالية بمناسبة بعد نهاية كأس العرب، فالوضع كان احتفالي. نعم. باكثر من الحمد لله، ان شاء الله دوم. حضرتك دلال؟ والله كانت اجواء عائلية امس، مثل ما ذكرت كنا مندمجين مع المباراة، وفي النهاية قعدنا عشاء عائلي في نحن نحتفل في اختتام كأس العرب واليوم الوطني أكيد. الله يديم هالأجواء إن شاء الله دوم. إن شاء الله. خليني أبدأ معك مريم، بما أنك مصممة أيضا جرافيك، وإحنا نتحدث عن سبب اختيارك لتكوني من سفراء الأدعم،
فحدثينا عن هذا السبب. واحدة من الأسباب طبعاً أن أنا تم اختياري اللي هو تنوع في الطاقات الشبابية اللي موجودة في البرنامج. نعم. يعني مثل زميلتي دلال هي مهندسة معمارية ومن قبل الوزارة تم اختيارنا، وفي منهم اللي هم 30 أخرين يعني. نعم. منهم اللي هو المهندس ومنهم المصمم غير ومنهم المحامي ومنهم اللي يعني في شتى قطاعات الدولة، يعني هم كلهم يعني في قطاعات مختلفة. جميل إن نشوف يعني شباب في هذا السن ودارسين هذه التخصصات الجميلة اللي أيضا بتخدم فيها إن شاء الله الدولة. دلال، شنو سبب اختيارهم لك لتكوني سفيرة الإعدام؟ مثل ما ذكرت زميلتي مريم، التنوع كان هدفهم التنوع. في التخصصات والمجالات، بحيث نعم. أن خلال مدة البرنامج اللي طالت شهرين 3 شهور تقريبا، نعم. أنه يكون نقدر نتواصل إحنا كشباب مع الزملاء والزميلات بشتى أنواع المجالات، وأن إحنا نكون هالمعرفة أو من خلال هذا التنوع بالضبط في تنمية الدولة إن شاء الله. نعم. مريم، يعني قلتي أن ما شاء الله عددكم كبير، 30 قلتي؟ إيه تقريبا 15 بنت و15 شاب. ما شاء الله. طيب قلتوا أن خذت المدة معاكم 3 شهور. إيه. إيش اللي خضعتوا له خلال هذه 3 شهور؟ تقريبا هو البرنامج يتقسم إلى 6 أقسام. في البداية أخذنا اللي هو التنمية الوطنية، اللي هو الهوية الوطنية. نعم. شلون أن احنا نبرزها في أي محفل سواء كان محلي أو دولي. من بعدها الدراسات الدبلوماسية، طريقة البروتوكول، شلون أن أنت تقعد، شلون أن أنت ترتب الأجهزة اللي موجودة، شلون من اللي يجي قبل من اللي يجي بعد، طريقة وضع العلم على الطاولة أو وضع العلم خارجيا. نعم. غير كذي أنه يكون عندنا دور في مناصرة القضايا الإنسانية في اليونيسف. جميل. ومنها بعد طريقة التواصل مع الإعلام من معهد الجزيرة، وطبعا في أشياء أخرى يعني مثلا اللي هي دلال ممكن هي تقدم لك إياها. كملي لنا دلال. مثل ما ذكرت هي عدة جوانب اللي ميزها البرنامج، عدة الجوانب ابتداء من القيم والمبادئ والهوية القطرية لين الجانب الدبلوماسي والتنظيم البروتوكول السياسي والدولي والمحلي. والجانب الإعلامي، نحن شلون نقدر نتواصل مع جميع وسائل الإعلام، ومن ضمنها أكيد وجودنا في هاللقاء، ومع منظمة اليونيسف كان في جانب من المنظمات الدولية أن إحنا شلون نناقش بعض المسائل أو القضايا الدولية، ونحط في عين الاعتبار الحدود اللي مفروض أن إحنا ما نتجاوزها في الاجتماعات هذه. ومناظرات قطر بعد كانت جزء من البرنامج، فنحن شلون الناصر والناظر على قضايا معينة. أكيد يعني كان برنامج مكثف معاكم. مكثف في جميع الجوانب، يعني الأمور القيادية كذلك. فكان البرنامج يعني كنا إحنا كخطوات نمشي فيها، نطلع من مجال علم معين لمجال آخر. نعم. وأكيد ضفنا فيها خبرتنا إحنا، إذا أنا من باب الهندسة، زميلتي من باب الجرافيك، باقي الزملاء من خبراتهم وإنجازاتهم. مريم، هل تحسين إنه يعني قالت إنه ما شاء الله تعمقتوا أكثر وخدتوا خطوات كثيرة في تعلم هذه المجالات، هل تحسين إنه صار في تغيير على طريقة تفكيرك، على أسلوبك، على سلوكياتك من خلال؟ إيه طبعا أصلا يعني من الناحية اللي إحنا خذناها وكل الأشياء اللي تعلمناها من خلال البرنامج فادتني وضافت لي شخصيا. طبعا على الصعيد اللي هو خلينا نقول الشخصي، من ناحية الأهل، شلون أنا أكون مثلا مثل أعلى للإخواني حق عيال عمي أو بنات عمي اللي موجودين. أما على صعيد العمل، إنه هو يكون لي كأن أنا أكون قيادية في مجال عملي. نعم. أما على الصعيد اللي هو خلينا نقول للتمثيل الدولي، يعني هو أعطتنا خصائص ان احنا ممكن احنا نستخدمها. صحيح. ان احنا نمثل الدوله باحسن تمثيل. جميل. دلال، كيف راح يكون هذا التمثيل ان شاء الله بما انكم الان مستعدين؟ فاتوقع ان التمثيل انتم الان جاهزين له، كيف راح تحققونه على ارض الواقع؟ راح نحققه اولا محليا، راح اكيد نساهم في
جميع الفعاليات والمؤتمرات اللي راح تستضيفها الدولة. جميل. وهاي على القطاع المحلي، وخارجيا في قطاع عملنا إذا كان في أي مؤتمر أو دورات أو ما شابه خارج الدولة، أكيد جميل. إن شاء الله راح نكون جاهزين لتمثيل الدولة خير التمثيل. إحنا فخورين فيكم أمانة. مريم، سؤال أخير، يعني بالتأكيد هذا التمثيل على أرض الواقع في إبراز لأشياء محددة أنتم تحرصون على إبرازها للآخرين، إيش هذه الأشياء اللي ممكن أو المكتسبات اللي اكتسبتوها من خلال الدورة اللي فعلاً راح تبرزونها أمام الآخرين وعلى أرض الواقع؟ طبعاً الأهم يعني في المرتبة الأولى اللي هي القيم الإسلامية. نعم. وقيم دولة قطر، وإن إحنا شلون نمثلها بأحسن تمثيل، يعني جميل. من ناحية الاحترام، احترام الغير، احترام الإنسانية، احترام كرامة الإنسان في المرتبة الأولى، في هي ناحية اللي هي التكلم مع الغير. جميل. أبسطها. نعم. يعني التكلم مع الغير. نعم. شلون إن إحنا نحترمه، وعدم التدخل في الشؤون اللي إحنا مفروض إنها ما نتدخل فيها. بالضبط. نعم. هاي أهم شيء، يعني في أي محفل سواء كان محلي أو دولي. إن شاء الله أنتم تكونون خير من يمثل قطر، وأنتم لازلتوا شباب ما شاء الله، وعندكم هذا الحماس وعندكم هذا الطموح. وبالتأكيد هناك خطوات أكثر من كذي راح تتعلمونها أكثر وتقدمونها، وإحنا نساندكم دائما وأبدا. دلال إسحاق مهندسة معمارية، شكرا لوجودك معنا في الصباح رباح، حياك الله. ومريم المالكي مصممة الجرافيك، شكرا لوجودك معنا في الصباح رباح. أتمنى أشوفكم بعد هذه الخطوات في خطوات قادمة إن شاء الله، نستضيفكم هنا ونستفسر منكم عن الخطوات الجديدة اللي تقدمون من خلالها خبرتكم، فحياكم الله. مشاهدينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا. أما سؤال حلقة غدا، ما هي تجربتكم مع جلسات العلاج الطبيعي وهل حققت أهدافها؟ نشوفكم على خير في مواضيع وفقرات متنوعة من الصباح رباح، فإلى اللقاء.